كرام، احنا النهارده بقى في اسكندريه وشاطئ ذوي الهمم. زي ما شايفين كده شاطئ ذوي الهمم المخصص لذوي الهمم في منطقه المنظره. يعني ممشى، يعني ممشى مخصص لهم، ممشى مخصص لهم هنا في شاطئ المنظرة. يعني زي ما شايفين كده ممشى ذوي الهمم في شاطئ المنظرة بالاسكندرية. يعني حاجة تفرح وحاجة جميلة، هي دي مصر وهي دي بلدنا الجميلة. دايما على طول بتبص لذوي الهمم وذوي القدرات الخاصة، زي ما قال سيادة الرئيس في بياناته وتصريحاته الكثيرة جدا، وخصص عام لذوي الهمم. النهاردة احنا بنشوف ده على الطبيعة هنا في الاسكندرية، وبنشوف ان احنا برضو مش بننسى ذوي الهمم وذوي القدرات الخاصة ان هم يبقى ليهم حركة في البحر، ان هم يستمتعوا بطقس الاسكندرية وبالاجازة الصيفية في الاسكندرية. خلينا شايفين كده على الطبيعة المشهد. طيب كلمينا، عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ فرحانه النهارده؟ اكيد طبعا. قولي لنا بقى شعورك النهارده، يعني انت وانت جايه البحر طبعا بصراحه. بصراحه الشاطئ جميل قوي من ساعه ما اتعمل الممشى دوت، ففك علينا كتير قوي قوي من حياتنا اليوميه. طبعا ما كناش بنقدر ننزل البحر عادي زي السلام، بس فطبعا دي فرقت معانا كتير قوي. طبعا والفضل يرجع للاستاذ رجب بوده رئيس رابطه شباب اهل التحدي، ان هو فكر لنا في الفكره دي. وغير كده عايزين نشكر كمان الدكتور محمد عبد الرازق مدير اداره السياحه والمصايف، ان هو يعني طبعا ده مشكورا برضو، ان هو يعني ساعد في المجهود دوت برضو. الاداره المركزيه للسياحه والمصايف يعني حريصه ان هي توفر لكل ذوي الهمم. لا لا لا، وفرت حاجات كتير بصراحه، نظافه وشاطئ شاطئ ممتاز قوي، فبنقدر ان احنا نتعامله عادي. مش حاسين ان في حاجه بتعوقنا. يعني رايك في الممشى ايه؟ لا بصراحه حلو. بصراحه حلو. انت عليك من اسكندريه؟ انا من اسكندريه. طبعا اساسا انا ما كنتش طبعا عشان ليا ظروف خاصه من ذو الاحتياجات الخاصه ما كنتش بنزل طبعا، لان كان في حاجات الرمله بتعوقني وكده. فمن ساعه ما اتعمل الممشى والشاطئ ده لينا طبعا فرق كتير معانا. شايفة ان المفروض يتعمم الشواطئ دي بقى، يعني ذوي الهمم في كل الشواطئ؟ يا ريت يا ريت، عشان احنا زي ما احنا تساعدنا برضو بقية الافراد التانيين برضو يتساعدوا ويبقوا فرحانين. الرئيس وفر عام لذوي الهمم، كان حريص جدا ان هو يوفر لذوي الهمم عام ليهم ويهتم بيهم ويرعاهم، شايفة ايه؟ لا بصراحة يعني كان عام حلو علينا احنا بالذات، لان طبعا اهتم بينا في كل حاجة بصراحة. الحاجة دي ساعدتنا جدا، واحنا بنشكر السيد الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي، بنشكره قوي 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 لانه اهتم بينا في الفترة الأخيرة دي، وعمل لنا إنجازات كتير. أشكرك. شكرا. خلينا نشوف برضو أحد ذوي الهمم برضو هو نازل البحر. أهلا بيك. أهلا. كلمنا، قول لنا ذوي الهمم يعني حاجة جميلة جدا وشاطئ جميل جدا. الحمد لله. هو بص هقول لحضرتك، اولا انا اسمي عاطف من تمام. الاستاذ رجب بوده هو اللي فكر لنا في النقطه دي، حسسنا زينا زي السلال. الاول احنا لما كنا بنيجي ما كناش بنعرف ننزل الميه، كنا اخرتنا نحط شمسيه وكرتونين ونقعد. دلوقتي عمل يعني فكر لنا ان احنا ازاي ننزل الميه بالكراسي. شايف الممشى اللي انت يعني قدامك دلوقتي وانت نازل البحر؟ طبعا احسن بكتير من الرمله. الرمله كنت تمشي عقبال ما عايز خمس انفار عشان ينزلوك في الميه، لكن دلوقتي بتروح لوحدك وبتطلع لوحدك وبتنزل الميه عادي. فالحمد لله، هو هي فكره كويسه من حضرتك.
تمام. جهد كبير من اداره ساحل المصايف ان هي بتجمع كل ذوي الاحتياجات الخاصه، ذوي الهمم، المكفوفين، كله بيبقى موجود هنا في الشاطئ. وهم برضو مشكورين ان هم ساعدوا المعاق سواء ذهني او حركي او مكفوف ان هو ياخد حقه زيه زي اي واحد سليم. مظبوط. هو موفر. كتر الف خيره لان هو اهتم بينا. هو اللي خلانا لنا قيمه في الدنيا يعني. ربنا الحمد لله يعني، ربنا يبارك له ان هو عمل معانا كده. نشوفك وانت نازل الميه. قول لي يعني انت خصصت وقتك ان انت تهتم بذوي الهمم، دي حاجه حلوه قوي. والله العظيم يعني انا السنه كنت راجل شغال في موظف في جامعه اسكندريه، بس حصلت لي حادثه وكده سببت معايا الاعاقه برضه وكده، نسبه عجز وكده، بس نسبه عجز كتير معايا. ومن ساعتها وربنا كرمني وتعرفت على استاذ رجب بيده واتضميت معاهم تبع الرابطه وكده، وبقيت ان انا بساعد على قد ما ربنا بيقدرني يعني وبيعيني معاهم. ربنا يعينك يا رب. فرحان وانت بتعمل كده؟ اكيد طبعا. ربنا يديك يا رب الصحه والدنيا. اللي يفرحني فعلا ان انا يعني فعلا يعني فعلا الخير في كده. الله يقويك، الله يخليك. يعني زي ما احنا شايفين كده ذوي الهمم وذوي القدرات الخاصه النهارده في عرس مصري جميل، الكل بيحتفل، الكل سعيد، الكل فرحان. يعني رسالتهم شكرا سياده الرئيس، شكرا لكل دار الساحه والمصايف، شكرا لكل القائمين على هذا العمل الجميل. يعني حاجه عظيمه جدا جدا. الدوله المصريه حرصت ان هي بكل جهد ان هي توفر لذوي الهمم هذا الشاطئ الجميل والممشى الجميل اللي احنا شايفينه، عشان برضو يتعاملوا زيهم زي السليم ان هو يبقى موجود هنا في شاطئ ذوي الهمم. كل تحيه وكل تقدير لكل القائمين والاداره الساحه والمصايف برئاسه الدكتور محمد عبد الرازق اللي هو حريص ان هو يتواجد يوميا لمتابعه اي مشاكل تخص ذوي الهمم في الاسكندريه. في برضه لقطه جميله جدا، سيده بالخلف تقوم ب يعني رعايه بنتها، حاجه يعني عظيمه جدا جدا، لقطه جميله علشان هذه السيدة تراعي بنتها وتنزلها البحر وتفرحها. ده مشهد ولا أجمل ولا أحلى من كده، مش هنشوفه غير هنا في بلدنا، مش هنشوف الكلام ده إلا في بلدنا. أكيد طبعا. دي بلدنا. أكيد طبعا. ودي مصر والدولة المصرية دائما وأبدا، وسيادة الرئيس دائما وأبدا بيحرص على متطلبات ذوي الهمم. حاجة جميلة والله، وإحنا فرحانين بيكم وإحنا سعداء بيكم والله. سعداء بحضرتك وسعداء بالسيد عبد الفتاح السيسي اللي عمل لنا اللقاء الحلو ده والشاطئ الحلو ده ومهتم بزيارتنا. شكرا ليك، شكرا لكل القائمين، شكرا. يعني زي ما إحنا شايفين كده كل مشاهدينا الأعزاء، يعني كراسي متحركة، توفير لكل الرعاية والخدمات. كلمة هي المشهد وهي الاعظم. شاطئ ذوي الهمم في الاسكندريه.